أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. الزمان: انحسار وفيات فيروس كورونا في العراق وتسجيل 749 إصابة جديدة. العربي الجديد: عصابات تحكم السجون العراقية، ابتزاز واغتصاب وتعذيب. اغترى عراق عصابة تنفذ عملية سطو مسلح على منزل في منطقة المنصور ببغداد. القدس العربي: بايدن يوقع مرسوما برفع قيود السفر التي فرضتها إدارة ترامب على بعض الدول الإسلامية. العرب اللندنية: الحل الأمني ورقة الحكومة التونسية لإخماد الاحتجاجات. العربي 21: تبادل مذكرتين بين مصر وقطر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية. واشنطن بوست: الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية يواجه جائحة وأزمة اقتصادية وانقساما وطنيا. حول الانتخابات المبكرة والفشل الحكومي في العراق يتحدث الكاتب كفاح محمود في مقالة جاء فيها: إذا كانت الديمقراطية حلا للكثير من مشاكل النظم السياسية في العالم، فإن أحد أهم أدواتها ووسائلها في تداول السلطة بواسطة صناديق الاقتراع ليست حلا لمشاكل مجتمعنا. نتابع. تنهمك الطبقة السياسية العراقية في ترتيبات إجراء انتخابات جديدة مبكرة منذ أكثر من سنة، ردا على احتجاجات تشرين 2019 التي أدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي والدخول في ماراثون المرشح البديل لحكومة الانتخابات المقترحة. وفي خضم هذا التهافت على إنتاج برلمان بمجلس واحد على ما يبدو خلافا للدستور، تتكاثر الأحزاب تكاثرا انشطاريا، حيث تقترب من 300 حزب تحت مسميات تبعد عنها الشبهة بالطبقة السياسية التي تتحكم بالنظام لما بعد 2003، والتي رفضتها تظاهرات ملايين العراقيين في بغداد وفي الوسط والجنوب العراقي، وهي في حقيقتها عملية تمويه لاستنساخ أحزاب وكتل بعناوين مختلفة عن النسخ الأصلية المتنفذة، وهذه المرة بأذرع ميليشياوية تهيمن على الشارع وعلى شريحة واسعة من المراهقين المغامرين والمهووسين بالنشاط الميليشياوي، مستخدمة أجهزة دعائية تقدمها مجموعة كبيرة من الفضائيات المؤدلجة التي تستثمر نزاعات طائفية وقبلية وعرقية في توظيف إشكاليات محلية ودينية وخارجية جراء فشل تلك الأحزاب بإحداث تغيير نوعي في طبيعة حياة مواطنيها، وللتغطية على كميات الفساد الهائل التي رافقت حكمها منذ عام 2003. وفي خضم هذا المشهد المعقد من الصراعات السياسية، يبدو أن إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة صعبا إن لم يكن مستحيلا في بيئة مرتهنة لطبقة سياسية. ويضيف الكاتب أيضا في موقع كتابات: لقد أصبحت الديمقراطية كارثة أكثر إيلاما من الشموليات التي انفرد بها حزب أوحد. أما على ألتر عراق، الانتخابات المبكرة في العراق ما وراءها من محاولات للتغطية على الفاسدين موضوع تناوله الكاتب عبد الله ناخذ في مقاله جاء فيه: لا أرى أن حل الإشكالية أو المشكلة العراقية يتمثل بتنظيم العملية الانتخابية، سواء أكانت في موعدها الدستوري أم عبر بدعة الانتخابات المبكرة. نتابع. اصطنع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بدعة دستورية أسماها الانتخابات المبكرة، إذ لا يوجد سند دستوري يتعلق بشأن الانتخابات المبكرة، ولم يضع المشروع الدستوري في الحسبان هذه المسألة عند كتابة الدستور إلا في حالة واحدة، وهي حل البرلمان لنفسه بحسب المادة 64 ثانيا، وبعدها يدعو رئيس الجمهورية للانتخابات بعد مرور مدة أقصاها 60 يوما على حل البرلمان.
وأيضا لم ترد عبارة انتخابات مبكرة بل عبارة الانتخابات العامة، وأي انتخابات لا يمكن أن تتم قبل انتهاء المدة الدستورية للدورة النيابية وهي 4 سنوات إلا في حالة حل البرلمان لنفسه كما أسلفت، وبناء على طلب ثلث أعضائه أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وهذا لا يمر إلا بموافقة الغالبية المطلقة لأعضائه كما هو مفصل في المادة 64 أولا من الدستور. وأعتقد أن أعضاء مجلس النواب لن يوافقوا على حل مجلسهم، ويعد طلب حكومة الكاظم بشأن تنظيم انتخابات مبكرة غير دستوري، وليس من صلاحيات السلطة التنفيذية البت بهذا الأمر. حكومة الكاظم فشلت في العديد من التحديات المهمة، وما إن لاحت له علامات فشله حاول الهروب إلى الأمام وأرجح خيار الانتخابات المبكرة، كما أن أعضاء البرلمان قد يلجؤون للحيلة الدستورية القاضية بأن البرلمان لا يجوز له حل نفسه أثناء استجواب رئيس مجلس الوزراء. ويضيف الكاتب: أي عملية انتخابية تجري وسط العديد من المشكلات الجوهرية كالسلاح المنفلت والفساد والتبعية للخارج ستكون عبارة عن غطاء شكلي يطفي الشرعية الشكلية على الأحزاب المهيمنة والفاسدة على السلطة. في صحيفة الزمان: الإعلام العراقي وما تعرض له بعد العام 2003 من فوضى كبيرة، موضوع تناوله الكاتب خلدون المشعل في مقالة جاء فيها: لابد من الوقوف وقفة جادة من قبل أساتذة الإعلام والصحافة وأصحاب الاختصاص لنقد ما يجري في عالم الصحافة في العراق. نتابع. لقد وصل الفساد إلى أرقى مهمة إنسانية عرفها العالم، ألا وهي مهنة الصحافة أو السلطة الرابعة أو مهنة المتاعب. وعذراً لتلك الدماء التي روت أرض الوطن بدمائها في سبيل كلمة الحق، لقد أصبح الإعلام كما يقول المثل الشعبي في العراق 10 بربع، لتقوم الكليات بتخريج كل من هب ودب ليكون إعلامياً بالصدفة من دون اختبارات الذكاء والموهبة وقدرات اللغات العربية أو الإنجليزية أو من اللغات العالمية المعروفة. ومما يزيد الطين بلة هو تكريم من سموا أنفسهم إعلاميين بمجرد ظهور أحدهم في أحد البرامج التلفزيونية الهابطة ودون ذكر أسماء هذه البرامج، ومن خلال مهرجانات توزع الدروع بشكل يثير السخرية لأصحاب الاختصاص، ويتعمد القائمون على هذه المهرجانات عدم ذكر كتاب الصحافة من أصحاب العمود والمقالات والتحقيقات الصحفية الاستقصائية لزيادة الخراب الذي نعيشه في كافة مجالات الحياة. كل ذلك يدعونا إلى الوقوف وقفة جادة من قبل أساتذة الإعلام والصحافة وأصحاب الاختصاص لنقد ما يجري في عالم الصحافة في العراق، وأن تكون لوزارة الثقافة وقفة جادة لدعم المثقفين والأدباء لا دعم القرقوزات والمهرجين وممن سموا أنفسهم بالإعلاميين زورا وبهتانا لإنقاذ ما تبقى من صاحبة الجلالة في عراقنا. فالبلدان العظيمة لم تصل لما وصلت إليه إلا بعد إعطاء كل ذي حق حقه. ويضيف الكاتب: يجب أن تكون لوزارة الثقافة وقفة جادة لدعم المثقفين والأدباء لا دعم القرقوزات والمهرجين ومن سموا أنفسهم بالإعلاميين زورا وبهتانا لإنقاذ ما تبقى من صاحبة الجلالة في عراقنا. ننتقل إلى صحيفة المدى، إذ جاء في هذه الصحيفة توقع لما يمكن أن تسفر عنه سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في العراق. تناوله الكاتب أحمد شجارة في مقالة جاء فيها: إن بايدن ليس شخصية غريبة عن العراق، حيث حطت قدماه في العراق أكثر من 20 مرة خلال تسنمه رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، وكذلك خلال تسنمه إدارة الملف العراقي في ظل إدارة باراك أوباما. نتابع.
السؤال الذي نحن بصدد الإجابة عليه هو: ما هي طبيعة المعادلة الجريدة للإشكالات والتوقعات المتيقن أو حتى غير المتيقن منها في ظل رئاسة جو بايدن التي يفترض أن تعالج بعمق ملف العلاقات الأمريكية العراقية عقب 20 من كانون الثاني 2021، حيث يتسلم بايدن سدة الرئاسة 46 للولايات المتحدة الأمريكية عقب الهزيمة القاسية للرئيس 45 دونالد ترامب الأخير، ومعه الجمهوريون فقدوا السيطرة على الكونغرس الأمريكي بغرفتيه النواب والشيوخ في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 23 من تشرين الثاني 2020، انتخابات عدها الكثير من المراقبين للشأن الأمريكي من أكثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية نزاهة في التاريخ السياسي الأمريكي رغم مصاعب كورونا، اللهم إلا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والغالبية من حزبه الجمهوري، مستندا على قاعدته الانتخابية اليمينية المتطرفة التي حققت له أصوات شعبية تصل إلى 70 مليونا، بينما حقق بايدن كسبا شعبيا أكبر وصل إلى 77 مليونا. صحيح أن العراق يتمتع بعلاقات تحالفية مع الولايات المتحدة منذ 2003، ولكنها علاقات تشوبها إشكالات وأزمات حقيقية تترافق مع آمال محددة تستدعي منا الوقوف على بعض تداعياتها في العهد الجديد لبايدن لمعرفة كيفية تحرك العراق والإدارة الأمريكية تجاهها بغية إيجاد حلول ناجعة نسبية لها. ويضيف الكاتب: من سجل أقواله السابقة يمكن القول إن بايدن عد الإدارة في العراق ليست بالأمر الهين، بل ويعدها في نظره أمرا مستهلكا للوقت ويستنفذ الطاقة، بل يعد مستحيلا. على القدس العربي، مصير الولايات المتحدة الأمريكية بعد عهد ترامب موضوع تناوله الكاتب شفيق الغبرة في مقالة جاء فيها: قد تعيد للولايات المتحدة بعض من مكانتها التي فقدتها بسبب ترامب، لكن على الولايات المتحدة أن تفعل الكثير لبناء مكانة جديدة، والأهم أن تبدأ بالتخلص من مشروعها الإمبراطوري العسكري الذي يصطدم مع الشعوب وقضاياها، وأن تغير موقفها في فلسطين وموقفها في القدس وموقفها من الاستيطان الصهيوني، ثم موقفها من الصدامات العسكرية والاغتيالات في منطقة الشرق الأوسط. نتابع. ما زالت الارتجاجات لما وقع في 6 من كانون الثاني مستمرة. لقد تعسكرت العاصمة الأمريكية خوفا من تكرار ما وقع، أو خوفا من عمل مسلح أو من تفجير ومحاولة اغتيال. كل شيء أصبح ممكنا في ظل جنون السياسة الأمريكية، في ظل حكم الرئيس ترامب المنقلب على دستور بلاده الديمقراطي. ستمر الأيام بسلام، لكن الولايات المتحدة ليست بخير، وسيقع على الرئيس الجديد كل المسؤولية لإعادة ترتيب البيت الأمريكي على أسس جديدة. لقد خرج ترامب من البيت الأبيض عاد مواطنا عاديا، لكنه فقد من شعبيته الكثير خلال الأيام الأخيرة، وخاصة منذ اقتحام الكونغرس من قبل جموع عنصرية تؤمن بالتفوق العنصري الأبيض. كان الرئيس ترامب قد ساهم بتحريضها وتوجيهها. يترك ترامب الرئاسة في حالة هي الأقل شعبية لأي رئيس، فالرئيس الذي حصل على أكثر من 70 مليون صوت لم يعد يملك الكثير من هذه الأصوات، بل أصبحت قاعدته تقتصر على عتات المتعصبين والعنصريين، وهذا بطبيعة الحال قلص من تأثيره المستقبلي ومن مكانته الراهنة. سيحاول ترامب في الفترة القادمة التأثير على هذه القاعدة، وهي القاعدة التي يشكل تناميها خطرا على الولايات المتحدة. إن تنامي اليمين العنصري الأمريكي الذي يملك ميليشيات وقدرات عسكرية ويؤمن بأن الانتخابات سرقت من ترامب سيشكل تحديا كبيرا للولايات المتحدة. وما المحاكمة لعزل ترامب إلا مدخل أولي للتعامل مع الترامبية والآثار السلبية التي تركتها على قطاع من الجمهور الأمريكي.
ويضيف الغبرة على الولايات المتحدة أن ترفع لواء حقوق الإنسان والديمقراطية والتبادل الاقتصادي والسلم العالمي، وإلا استمرت حالة التردي بين الداخل والخارج. على صحيفة العرب، الأمن القومي والعربي وغيابه عن الواقع الحالي موضوع تناوله الكاتب حسن سميك في مقالة جاء فيها إن وضع رؤية استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي بين الدول العربية سيوفر مخرجا ملائما من الحالة الاقتصادية المتردية التي تشكل تهديدا بنيويا للأمن القومي. نتابع. ثمة كتابات كثيرة عن مفهوم الأمن القومي العربي، لكن المؤسف هو غياب أي مؤشر من مؤشرات واقعية وملموسة تكشف عن مدى إدراك أغلب الدول العربية لأهمية هذا الأمن وضروراته. على العكس تماما، بات التشرذم سائلا وقد استبيحت أراض عربية واسعة من دول إقليمية مجاورة. لم تصل دولنا حتى الآن إلى استراتيجية عملياتية واضحة تؤمن لها أو تؤمن لها البقاء على المستوى البعيد وتضمن لها الحماية من التهديدات المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها أي كيان سياسي في عالم اليوم. ورغم وجود اتفاقيات كثيرة بين الدول العربية تنص على الدفاع المشترك بين طرفين أو أكثر، لأنها تكاد تكون مجرد تفاهمات نظرية فحسب. والغريب في الأمر أنه رغم كل الروابط الكبرى والمهمة التي تجمع بين الدول العربية كوحدة الهوية واللغة والعقيدة والأرض والتاريخ، فإن أمنها القومي في تراجع وانحسار ملحوظين، وذلك لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها عملية تغليب معظمها لأمنها ومصلحتها القطرية على حساب المصلحة القومية. ولا يزال العرب مختلفين حتى الآن حول تعريف ثابت وموحد لمفهوم الأمن القومي، ناهيك عن غياب رؤية اقتصادية عامة تجمع بينهم عدا استثناءات قليلة تبقى في حدود التعاون الثنائي ما دون القومي. يضاف إلى ذلك أيضا تحالف بعض الدول العربية بشكل أحادي مع قوى إقليمية لا يمكن عدها آمنة وصديقة. ويضيف الكاتب لعله من الضروري اليوم التفكير في مشروع مارشال العربي من شأنه أن يمهد لتحقيق تكامل اقتصادي عربي ويغير ذلك في العرب، فلن يستطيع اللحاق بالعصر وحماية مقدراتهم المادية والبشرية، لن يستطيعوا ذلك إلا إذا اقتنعوا بأن أمنهم القومي هو وحدة واحدة وكل لا يتجزأ. في باريس قام متحف غريفان لتماثيل الشمع في باريس بإزالة تمثال الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب الثلاثاء من دون انتظار انقضاء الساعات القليلة المتبقية قبل تنصيب خلفه جو بايدن في البيت الأبيض. وأزيل تمثال الشمع الشبيه بدونالد ترامب إلى حد التطابق من منصة عرضه، ونقل إلى محفوظات المتحف داخل مستودع سري في ضواحي العاصمة الفرنسية يضم تماثيل نحو 1000 شخصية تاريخية أو معاصرة غابت عن واجهة الاهتمام العالمي. وقال مدير المتحف المغلق إيف لودومو ساخرا: سنحتفظ بتمثال دونالد ترامب لبعض الوقت، ربما ستتاح لنا فرصة استخدامه ليكون بمنزلة الوحش خلال احتفالات هالوين. وأثارت إزالة التمثال ارتياحا لدى القائمين على الموقع، إذ قال أحد العاملين في المشغل الخاص بالمتحف: كان الأمر أشبه بالجحيم، ففي كل أسبوع كنا نضطر لتصحيح شكل فتحات الأنف لأن الزوار دأبوا على التقاط صور لأنفسهم واضعين أصبعا في أنف تمثال ترامب. وكانت تماثيل شخصيات كثيرة شكلت هدفا للزوار في الماضي، من بينها تمثال الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي كان حينها زعيم اليمين، إذ عمدت مجموعة شبان إلى سحبه من المكان. ومنذ إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية يعمل أحد نحاتي متحف غريفان على صنع تمثال من الشمع للرئيس الأمريكي الجديد من المتوقع إنجازه خلال شهرين، ويعمل النحات كلاوس فيلتي على وضع اللمسات الأخيرة على رأس تمثال شمعي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
قبل تركيبه في المتحف. وقال مدير المتحف: نأمل أن نعيد فتح أبوابنا في أقرب وقت حالما يسمح الوضع الصحي بذلك، فيما لا يزال الموقع في أطول فترة إغلاق منذ إنشائه سنة 82 و800 وألف. ويستقطب متحف غريفان في العادة سنوياً نحو 700 ألف زائر. نشاهد سوياً الرسوم الكاريكاتورية. إلى صدى أقلام جديد انتظرونا في أمان الله.